نطرح السؤال فيما يخص تواجد الوزراء في الحملة الانتخابية القادمة. احنا كيف تعرفوا ان الوزراء ولا بعد كاع هم السياسيين، وتواجدهم في الحملة ما يعود غريب على حد. المهم انه ما يعود على حساب العمل في الدولة، وقطعا كافة الوزراء اللي مندمجين داخل هذه الحملة تم اعطائهم عطلة من اجل انهم يتفرقوا لهذا العمل، وبالتالي ولا يعود عنده ان شاء الله انعكاس على العمل الحكومي، اللي ما فهم وزير ما عنده ان يترم حد يبدلوا يتابع بعض العمل بمستوى. وبالتالي ما 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 السؤال وارد، الوزراء ان شاء الله يدوروا يشاركوا في هذه الحمله طبيعه بكل طبيعيه، ووزراء ماشيين في حمله الانصاف كحزب كمنتسبين للحزب، ويقدروا يشاركوا فيها على جميع المستويات إن شاء الله.